تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند نهاية سورة النور، ووصلنا اليوم إلى سورة الفرقان. وبعدما ختمت سورة النور بآية تبين ما لله تعالى من ملك وقهر وجبروت، وبينت أن العودة إليه يوم القيامة، بدأت سورة الفرقان تبين أن هذا الملك ليس ملك استعباد، وإنما هو ملك رحمة. لذلك فلنعيش في أجواء هذه السورة، وهي سورة مكية كلها في قول الجمهور. وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه هي الآيات التي قالوا أنها فقط مدنية. طبعا هي سورة 52 في ترتيب سور المصحف، أما في ترتيب النزول فهي سورة 41 نزلت بعد سورة ياسين وقبل سورة فاطر. تبدأ هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك مادة الباء والراء والكاف عادة تدل على البركة، وهي أن يعطيك شيء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك، كما لو قلنا طعام ثلاثة يكفي لعشرة فنقول هذا الطعام مبارك أو فيه بركة. ومن معاني تبارك أي تنزه عن شبيه أو عن شبه ما سواه، وتبارك عظم خيره وعطاؤه، وهذه الثلاثة نجدها مكملة لبعضها البعض. ومن العجيب أن هذا اللفظ تبارك في سورة الفرقان معجز في رسمه ومعجز في اشتقاقه. ليش؟ كيف؟ فلو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا أن هذه الكلمة تبارك وردت في القرآن 9 مرات، 7 منها بالألف تبارك، مرتان بدون ألف، ألف هيك صغيرة محطوطة. فلماذا لم تكتب بالألف في الجميع أو بدونها في الجميع؟ هذا لنستدل على أن رسم القرآن رسم توقيفي من عند الله، ليس أمرا هيك عادي ميكانيكي، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرسم كلمة اسم هنا بالألف، في باقي القرآن تأتي بدون ألف، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الألف هيك شغطة صغيرة. إذن فالقرآن ليس عاديا في رسمه وكتابته، وليس عاديا في قراءته، وليس عاديا في تدبره. فلست تقرأ في أي كتاب وفي أي حال القرآن الكريم، لابد عندما تقرأ تكون على وضوء، تدخل عليه بطهر، تتعلم آداب تلاوة القرآن الكريم. ولذلك نجد فيه اختلاف عن كل الكتب. أما من حيث الاشتقاق، نعلم أن الفعل يشتق منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل، لكن تبارك لم يذكر منها القرآن إلا هذه الصيغة، وكأنه يريد أن يخصها بتنزيه الله، ما في غيرها الصيغة، مثل كلمة سبحان. لذلك على كثرة ما مر في التاريخ من جبابرة وفراعنة وعظماء أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم، لكن ما رأينا واحدا مهما كان مجرما يقول لهؤلاء سبحانك أو تباركت. إذن في التسبيح سبحانك لا تقال إلا لله ولم يشتري عليها أحد، وكذلك تبارك. تبارك تدور حول معاني ثلاث كما قلنا: تعالى قدره وتنزه عن مشابهة ما سواه، وعظم خيره وعطاؤه،
ومن تعاظم خيره سبحانه أنه لا مثيل له في قدرته وفي قدره، لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا من مصلحة الناس، فلا كبير إلا الله ولا جبار إلا الله ولا غني إلا الله. طيب، تبارك الذي نزل الفرقان. القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. وقد نزل القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيسير الناس على هدى وعلى بصيرة. فالقرآن إذن فرق لهم مواضع الخير عن مواضع العطب. فالفرقان سائر في كل جهة الدين، فبالدين قمة هي الحق تبارك وتعالى، ومبلغ عن القمة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرسل إليه هم المؤمنون. فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل في هذه الثلاثة. إذا فرق القرآن في كل شيء بأنه لا إله مع الله، وفي الرسول وفي قوام حياة المرسل إليهم، وما دام القرآن قد فرق في كل هذه المسائل فلا يوجد لفظ أفضل من أن نسميه الفرقان. ولا شك أن الألفاظ التي ينطق بها الحق تبارك وتعالى لها إشعاعات، وفي طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة مما فتح الله عليهم، وما أشبهها بفصوص الماس، والذي جعل الماس ثمينا أن به في كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست في شيء غيره. فمن أي ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطي بريقا ولمعانا يتلألأ مع كل نواحيه، وكذلك ألفاظ القرآن الكريم. ومن معاني الفرقان التي قال بها بعض العلماء أنه نزل مفرقا، كما جاء في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني أنزلناه مفرقا لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه. وللحق تبارك وتعالى حكمة في إنزال القرآن مفرقا، حيث يعطي الفرصة لكل نجم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس، لأنه يرتبط بحادثة معينة، كذلك ليحدث التدرج المطلوب في التشريعات. يقول تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لقد كان المسلمون الأوائل في فترة نزول القرآن كثيري الأسئلة، يستفسرون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل الدين، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال. فكان النجم المجموعة من القرآن ينزل ليجيب عليهم ويشرع لهم، وما كان يتأتى ذلك لو نزل القرآن جملة واحدة. تبارك الذي نزل الفرقان، معناها هذا المعنى يؤيد ويتساند ما قلناه، لأن نزل تفيد تكرار الفعل غير أنزل التي تفيد تعدي الفعل مرة واحدة. إذن تبارك الذي نزل الفرقان، إذن الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده، كأن حيثية التنزيل عليه هي العبودية لله تعالى، فهو العبد المأمون أن ينزل القرآن عليه. سبق أن قلنا أن العبودية لفظ بغيض إن استعمل في غير جانب الله، أما العبودية لله فيها عز وشرف ولفظ محبوب في عبودية الخلق للخالق، لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير العبد، أما العبودية لله فيأخذ العبد خير السيد. لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوي في رحلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه. فالرفعة هنا جاءت من العبودية لله. إذن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين جمع عالم
والعالم ما سوى الله تعالى من العوالم، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجماد. إلا أن بعض هذه العوالم لم يأتها بشير ولا نذير، لأنها ليست مخيرة، والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمخير. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا عزلنا من هذه العوالم من ليس له اختيار يتبقى فقط الجن والإنس، وإليهما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. لكن لماذا قال هنا تعالى ليكون للعالمين نذيرا ولم يقل بشيرا ونذيرا؟ قالوا لأنه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا في الألوهية، وهؤلاء تناسبهم النذارة لا البشارة. لذلك قال في الآية التي بعدها الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحق تبارك وتعالى هو الحي الباقي الذي لا يموت ولا يحتاج لمن يخلد ذكره، وهو القوي الذي لا يحتاج لغيره، فلما إذن يتخذ ولدا من الملائكة أو من البشر أو من أي من المخلوقات ولم يكن له شريك في الملك؟ وهذا أمر يؤيده الواقع. قال سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا هو التفصيل المنطقي العاقل الذي نرد به على هؤلاء. فلو كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهب كل منهم بجزء من الكون وجعله إقطاعية خاصة به وعلى كل منهم على الآخر وحاربه. ولو كان معه سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذي أخذ الملك منهم ليحاكموه أو ليتوسلوا إليه. طيب، وقلنا سابقا أن الدعوة تثبت لصاحبها إذا لم يدعيها أحد غيره لنفسه. هذه المسألة الخلق ملك السماوات والأرض لم يدعها، ما ادعي أحد، فهي إذا ثابتة لله تعالى إلى أن يوجد من يدعي هذا لنفسه. قلنا سابقا أيضا جماعة قاعدين في مجلس فقد أحدهم محفظته بالمجلس، ولما انصرفوا وجدها صاحب البيت سألهم عنها فلم يدعيها أحد منهم، ثم اتصل به أحدهم يقول إنها لي، فلا شك أنها له حتى يوجد مدع آخر يتم الفصل بينهما. إذا الملكية له طالما هو قال هذه لي ولم يوجد أحد سواه. ثم يقول تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فخلق الله تعالى وقدر مع الخلق، فخلق تعالى خلقا بقدر وحساب وحكمة، خلق الشيء على قدر مهمته التي يؤديها. لذلك قال في موضع آخر الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي اتخذوا آلهة غير الله. هذه الآلهة الأصنام والأوثان والكذا، هذه الآلهة بإقرارهم وشهادتهم وواقعهم لا تخلق شيئا، ويليتها فقط لا تخلق شيئا، ولكن هي نفسها مخلوقة فاجتمع فيها الأمر. وهذه الآيات التي وقف عندها المستشرقون وقالوا إن فيها شبهة تناقض، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن معه آخرين لهم صفة الخلق بدليل أنه جمعهم معه أحسن الخالقين، يعني في خالقين وهو أحسنه،
وفي موضع آخر يقول سبحانه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وللرد على هؤلاء نقول: تعالوا أولا نفهم معنى الخلق. الخلق شو؟ إيجاد لمعدوم، كما مثلنا سابقا صناعة كوب الزجاج من صهر بعض المواد، فالكوب كان معدوما وهو أوجده، لكن من شيء موجود. كما أن الكوب يجمد على حالته، لكن الحق سبحانه وتعالى يوجد من معدوم، معدوما من معدوم، ويوجده على هيئة فيها حياة ونمو وتكاثر من ذاته، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وفي قوله تعالى: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، معلوم أنه في مقدور كل إنسان أن يصور من الطين طيرا ويصممه على شكله، لكن أن يقال له إنه خلق بهذا التصوير طيرا؟ وهل العظمة في تصويره على هيئة الطير؟ العظمة في أن تبعث فيه الحياة، وهذه لا تكون إلا من عند الله. لذلك قال سيدنا عيسى عليه السلام: فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. طيب نرجع إلى هذه الآلهة، فإن سلمنا أنهم يخلقون شيئا فهم في ذات الوقت مخلوقون. والأذهى من هذا أن الذي يتخذونه إلها لا يستطيع، يعني التمثال الأصنام هل تستطيع أن تحمي نفسها إن أطاحت بها الريح أو كسر لها ذراع؟ إذن إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا حوله، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هذه الآلهة والأصنام لا تنفعهم إن عبدوها، ولا تضرهم إن كفروا بها، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي موتا أو حياة لغيرهم، فهم لا يملكون شيئا من هذا كله، لأنهم من صفات الإله الحق الذي يحيي ويميت ثم ينشر الناس في الآخرة، هم لا ينشرون أحد. إذن للإنسان مراحل متعددة، فبعد أن كان عدما أوجده الله، ثم يطرأ عليه الموت فيموت، ثم يبعثه الله ويحيي حياة الآخرة. ثم يقول تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. بعد أن تكلم الحق عن الفرقان، فرق في مسألة القمة والألوهية واتخاذ الولد والشركاء، وبين الإله الحق، أراد سبحانه أن يتكلم عن الفرقان في الرسالة، فيحكي ما قاله الكفار عن القرآن: إن هذا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. يعني ما هذا، أي هذا القرآن الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إفك. الإفك يعني تعمد الكذب الذي يقلب الحقائق. وسبق أن قلنا أن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهي صدق، وإن خالفت الواقع فهي كذب. والإفك قلب الواقع، يجعل الموجود غير موجود وغير الموجود موجودا، كما جاء في حادثة الإفك حينما اتهمت أمنا أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بما يخالف الواقع. ومن العجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بأنه إفك هم أنفسهم الذين قالوا عنه: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هم يعترفون بالقرآن ويشهدون له، لكن يتعبهم وينغص عليهم أن ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالذات. فلو نزل بالافتراض على غير محمد صلى الله عليه وسلم لآمنوا به،
ومن حمقهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والمنطق أن يقولوا فهدنا إليه، لكنه العناد والمكابرة. طيب، وقول الحق هنا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. افتراه أي ادعاه. وعجيب أمر هؤلاء، يتهمون القرآن بأنه إفك مفترى، فلماذا لا يفترونهم أيضا مثله إذا كان كلامهم صحيحا وهم أمة بلاغ وبيان؟ وإن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. طبعا الذي قال هذه المقولة هو النضر بن الحارث، ولما قالها رددها بعده آخرون أمثال عداس وأبي فاكهة أو فكيها الرومي. والقرآن يرد على كل هذه الاتهامات: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي حكموا به، جاءوا ظلما حكموا به. الظلم هو الحكم بغير الحق، والزور هو عدة الحكم بغير حق. الظلم يأتي بعد الزور. ليش؟ لأن القاضي يستمع أولا إلى الشهادة ثم يرتب عليها الحكم، فإن كانت الشهادة شهادة الزور كان الحكم ظالما. لكن الحق تبارك وتعالى يقول ظلما وزورا، وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مسبقا ثم التمسوا له الدليل. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أساطير جمع أسطورة، مثل أعاجيب جمع أعجوبة، أحاديث جمع أحدوثة، بكرة أول النهار، والأصيل بكرة وأصيلة، والأصيل آخر النهار. معنى الآية أنهم قالوا عن القرآن إنه حكايات وأساطير الأولين السابقين اكتتبها، يعني أمر بكتابتها. وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي باستمرار ليكررها ويحفظها. يرد القرآن عليهم فيقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزله أي القرآن، أنزله مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. الذي يعلم السر، بعدين نزل منجما، الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فلا تظن أنك بمجرد خلقت وأصبحت تعلم في هذه الحياة تستطيع أن تكتشف كل أسرار الله في كونه، إنما ستظل هناك أسرار إلى قيام الساعة لا نعرفها، وكلما اكتشفنا سرا وقفنا عند سر آخر، لأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يبطل هذه المدعيات ويأتي بأشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تضد هذه الأشياء من على مر القرون، مع أن القرآن نزل في أمة أمية، والرسول الكريم نزل عليه القرآن رجل أمي، ومع ذلك يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحق تبارك وتعالى يكشف لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا غيبيات ليراها المعاصرون له، ليلقم الكفار الذين اتهموه حجرا فيكشف بعض الأسرار، كما حدث في بدر حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة قبل المعركة، بعد أن عرف أن قريش جاءت، وقف وأخذ يشير بعصاه إلى مصارع الكفار، يقول: هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع عتبة بن ربيعة، وهذا بن ربيعة، وهذا مصرع أبي جهل، كذا إلى آخره، يخطط على الأرض مصارع القوم. من الذي يستطيع أن يحكم مسبقا على معركة فيها كر وفر وضرب وانتقال وحركة ثم يقول: سيموت فلان في هذا المكان
والوليد بن المغيرة الذي قال عنه القرآن سنسمه على الخرطوم، يعني ستأتيه ضربة على أنفه، تسمه بسمة تلازمه، وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك. هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يخبر بها أمته في غير ما ظنت العلم بها. فالمعنى قل يا محمد في الرد على هؤلاء وإبطال دعويهم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وسوف يفضحكم ويبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء وأساطير الأولين، وسوف يخزيكم أمام أعين الناس جميعا. كذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت معركة بين الفرس والروم، نزل القرآن قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب أي عقل يستطيع أن يحكم على معركة ستحدث بعد عدة سنوات؟ لو أن المعركة ستحدث غدا لأمكن التنبؤ يعني من بعض نتائجها بناء على حساب العدد والعدة والإمكانات العسكرية، لكن من يحكم على معركة ستدور رحاها بعد 7 سنوات؟ من يجرؤ أن يقولها قرآنا يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة؟ فلو أن هذه المدة مرت ولم يحدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفر به من آمن وانفض عنه من حوله. إذن ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى ويتعبد به إلا وهو واثق من صدق ما يخبر به، لأن الذي يخبره ربه عز وجل الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لذلك قال هنا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وما دام أن الذي أنزل القرآن هو سبحانه الذي يعلم السر في السماوات والأرض فلن يحدث تضارب أبدا بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان، لأن خالقهما واحد سبحانه وتعالى، فمن أين يأتي الاختلاف أو التضارب؟ ثم يقول نهايته إنه كان غفورا رحيما. شو علاقة المغفرة والرحمة بهذه الآية؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم الكفار مجالا للتوبة وطريقا للعودة إليه عز وجل وإلى ساحة الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أشار إليه بقتل الكفار لا ما أبي يقتل الكفار، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان الصحابة يألمون أشد الألم إن أفلت أحد رؤوس المشركين من القتل في المعركة كما حدث مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص قبل إسلامهما، وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدخرهما للإسلام فيما بعد. إنه كان غفورا رحيما حتى لا يقطع سبيل العودة إلى الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان كافرا به، فيقول لهم على رغم ما حدث منكم وإن عدتم إلى الجادة وإلى حضيرة الإيمان ففي انتظاركم مغفرة من الله ورحمة. ولما قال أحدهم سيدنا عمر رضي الله عنه هذا قاتل أخيك زيد يشير إليه، فما كان من عمر لأن قال وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.